عبد الله العمراني ابو عبد الرحمن عودا حميدا، ما حصل اليوم اثلج جميع النصراويين؟ اكيد هو اثلجنا ما قبل الاجتماع بالتفاتة اعضاء الشرف الحقيقه اللي كلنا فرحنا فيها، وكانت التفاتة استثنائيه كما هو النادي النصر استثنائي، التفاتة الاعضاء الذهبيين بقياده الرمز الداعم لنا خالد بن فهد، ومن بعد اعضاء الذهبيين والجماهير. صراحه هذا حمل ثقيل على المجلس الجديد لارضاء هذه الجماهير واعضاء الذهبيين. جمهور النصر سعيد جدا بعودتك، وش الرساله اللي توجهها لهم في المرحله الجايه؟ نتمنى من جماهير النصر الدعم هذه الاداره، وان يكونون هم داعمين للفريق، وخاصه ان شاء الله بعد العيد راح يكون في حضور المباريات. نتمنى انهم يكونوا داعمين كما عهدناهم للفريق، وما تاثر في نتيجه مباراه او مباراتين. المجلس عنده ملفات كبيره، نتمنى انهم يكونوا داعمين لنا. بالتوفيق ان شاء الله.